اخبار اليوم. انا عم مصر نقيب الطاهرين. تمام. وطبعا احنا بقول لكم بنرحب بيكم جدا جدا ونشكركم على حضوركم النهارده. وامبارح كان في زملاء كتير من حضراتكم بيحاولوا يتكلموا يوصلوا الاخبار او كده، واحنا الحمد لله ما كانش عندنا اخبار، بس قلنا الحاجات اللي ايه تعدد من موقف الطاهرين والزملاء في وطبعا احنا بنشكركم زي ما الكابتن قال، الكابتن علي الامين العام للنقابه، الزملاء منهكين جدا جدا. احنا عملنا المؤتمر ده عشان شويه معلومات نوصل لكم، وعشان كمان نكرم الطاقم الشجاع بتاعنا على الاداء الهائل اللي هم عملوه في الرحله. واحنا كنا طبعا طلبنا برضو الزملاء الضيافه يبقوا معانا وهم في طريقهم والامن. يعني ارجوكم لو تعذروني تقول لكم انا فعلا كنت صبي امبارح. ارجوكم لو تعذروني ان انا لو بيطلب مني انترفيوهات في كل حته وتاجر جوه مصر او بره مصر، ارجوكم تعذروني ان انا ليا شركه لازم نرجع للاداره الاعلاميه في الشركه ان هي يتنصب معايا وانا تحت امركم كلكم. انا بس مش عايز اتاخر على اي حد خالص، كل الناس طالبه، فانا حبيت ان انا اعملها حاجه رسمي بس عن طريق النقابه كده، ان انا متفاعل معاكم بس في اي اسئله كده بسيطه. بشكركم كلكم على تعاونكم، ان كنتوا كلكم تيجوا، كل الناس كانت بتدعي لنا امبارح ان احنا ربنا يعدي الامور على خير، والحمد لله عدت على خير. هناك مزيد او رغبه في ان احنا نطلع على هذا الاداء، عفوا، ولا هناك في مصدر ما يشير الى ان هناك تدريب على مثل هذه الامور؟ هناك بعض الاسئله والاستفسارات حول دور رجل الامن، وهل عندما تطلع الطائره يصبح مخيدا، وكيف تتفاعل طائر الطائره مع رجل الامن مع حاله قد تتكرر الف بعد الشر، ولكن ايه اللي بيجرى؟ ايه الترتيبات؟ ايه التدريبات؟ شكرا. اتفضل. وانا فندم مصدران فيها اكفأ ناس والناس لا تعلم ذلك، من طيارين لضيافه لضباط امن لكل موظفين مصر الطيران، بنتدرب احسن تدريب في الدنيا الله اعلم، بدليل الكفاءات عندنا اللي هي بتسافر وتشتغل في كل الشركات بره على كده. قصه ان الواحد يبقى بيتصرف بهدوء، هو ده بيبقى الخيار الوحيد اللي موجود قدامك. انت لو انت انهارت او اعصابك باظت في موقف صعب زي ده، بيبقى الموضوع كله بعد كده هيبوظ، يعني انت ما ينفعش انك انت تحله. بيبقى عندنا بعض الحاجات اللي موجوده في المانيوالز بتاعتنا، في الكتب بتاعتنا بتاعت الطيران اللي هي طبقا للتشريعات الطيران العالميه، حتى كمان ازاي انك انت تتعامل مع اي خاطف للطياره، بتعمل ايه عن طريق الطيران، بتعمل ايه، بتحاول ازاي تتصرف معاه هو شخصيا. واعتقد ان كل طيارنا وضيافتنا والامن عندنا مدربين على الحاجات دي كلها. سؤال حضرتك الثالث، فرد الامن اللي في الطياره هل هو يعني ايه السلطات بتاعته على الطياره، او ايه الحاجات المتاحه ليه؟ اولا فرد الامن على كل الطيارات يعني ايا كان شركه مصر او الشركات الاخرى بيطلع غير مسلح، ممنوع انه يطلع باي تسليح ولا حتى عصايا حتى. فرد الامن بيتبع تعليمات قائد الرحله في اي حاجه، يعني هو انا الزميل اللي كان موجود معايا في الرحله نفسها كان يعني متبع كل التعليمات اللي بديها له، يعني بادق التفاصيل، وكان بيعملها على اكمل وجه. مثلا على سبيل المثال، لو احداث زي احداث امريكا، واحد داخل غرفه القياده الكوكبت، لو داخل غرفه القياده وعايز ياخد الطياره دي يدخلها في مبنى، ساعتها بنتعامل خلاص. ما هو اصل دي يعني ايه، بيبقى يعني ساعتها لازم انك انت تعمل له ريزيست، تقاومه. لكن طول ما الموضوع تحت السيطره ما ينفعش انك انت تتعامل خالص مع الخاطف ده في اي حاجه. وفرد الامن اللي معايا كان على كفاءه عاليه جدا، كان بينفذ كل تعليماتي وما تعاملش معاه خالص، وكان مسؤول عن حمايه الكوكبت، عن غرفه القياده، طبقا اللي انا قلت له عليه وركزوا على اكمل. يعني ما الذي طبقتموه في هذه الرحله بالتحديد بما لا يخل بالمعلومات؟ عملتم ايه؟ وكنتم بتهدفوا لايه؟ وازاي المرونه بينكم وبين اللي كان موجود في انكم وصلتم للي انتم عايزينه، في انكم تقدروا تسيطروا على الامور بالشكل اللي ممكن يكون فيه مجال للتفاوض وحل الازمه؟ اولا هي ادق التفاصيل اللي حضرتك بتسال عليها احنا ما عندناش مشكله ان احنا نحكيها، بس لان ما فيش حاجه اتعملت هتضر باي حاجه، بالعكس هي كلها حاجات
الحمد لله الواحد يفتخر بيها، لكن الموضوع ده كله لسه بيرفع للجهات الحكومية وللسلطات القضائية، وفي دولتين مش في دولة واحدة. فأدق التفاصيل طبعا ما ينفعش انها تحكي خالص لسه، لغاية لما يسمح لنا عن طريق الدولة وعن طريق الشركة ان احنا نحكي أدق التفاصيل دي. الحضرتك اللي بتسألوا عليه اللي هي المعلومات البسيطة اللي احنا نحكيها، احنا الحمد لله كان في وسيلة اتصال بيني وبين الخاطف. انا كان لازم ان انا امنعه من دخول غرفة القيادة بأي شكل، ان هو لو وصل لغرفة القيادة ودخل فيها يبقى هو خلاص سيطر على كل حاجة. فانا تكليفي كان لفرد الامن ان هو يفضل واقف لي على غرفة القيادة ما يدخلوش خالص. وكان في وسيلة اتصال بيني وبين افراد الضيافة، كنت ببلغهم بكل الحاجات اللي انا عايزة انها تتعمل والتفاوض اللي هو يعملوه مع الرجل الخاطف، وكانوا بياخدوها مني بتلقوها مني وبيبلغوها له كلها، ويجي يدوني بعد كده فيدباك او اللي هو الراجل يعني ايه ردوده على اللي احنا الحاجات اللي انا طلبتها. والحمد لله هو كان الخاطف يعني كان متفاعل معانا، وكان في الضيافه كانوا على مستوى رائع بصراحه، عرفوا ان هم يعني يصاحبوه، عرفوا ان هم يتقربوا منه، لدرجة حتى ان هم كانوا يعني بيعزموه على حاجات يشربها ويقعدوا يتكلموا معاه، انت مين ساكن فين بتاع شوية حاجات كده تفاصيل يعني. فهم هو ارتاح لهم حتى يعني ومن راحته حتى ليهم، حتى كمان في واحدة منهم طلبت قالت له طب ينفع صورك صورة ليه للذكرى. وهو الراجل كان يعني بعد ما ارتاح لهم يعني كان متجاوب في كل حاجة كنا بنعملها. فبعد لما يعني حتى تصور الصورة دي بعتتها لي ورحنا احنا بعتناها بعد كده اللي انتوا شفتوها دي كلها. هو انا السؤال بتاع حضرتك، انا كان وسيله اتصال بيني وبين الضيافه اللي هم عرفوا بخبره عاليه عندهم ان هم ازاي يعني يوصلوا لود الراجل ده، ونعرف ان احنا نقنعه بكل الحاجات اللي انا كنت بطلبها من الضيافه ان هم يعملوها. انا الطياره ما كانش ينفع، انا يعني الكلام اللي كان جالي منه يعني عن طريق حاجات كده يعني ورق كده يعني كان جالي بيقول لي ان انا اتوجه لاي مطار، كان حدد لي بعض المطارات، وان انا نزولي في المطارات المصريه ممنوع وهيؤدي الى نسف الطائره فانا كان لازم اخد قرار ان انا اتوجه لاي مطار. لما عملت حسابات الوقود بالنسبه لي ان انا اقدر انزل فين، لقيت ان مطار لارنكا في قبرص هو انسب مطار ليا، ما دون ذلك غير مضمون الوصول له، يعني ممكن الوقود اللي معايا ما يقضيش لان انا طالع من رحله داخلي، فرحله داخلي تيجي معايا الوقود الـ بتاع الرحله وشويه اضافات تانية طبعا بنزودها عندنا في علم الطيران. فالوقود اللي معايا ده بيبقى وقود بسيط جدا، فالوقود اللي معايا البسيط ده كان يوصلني لمطار لارنكا، وانا الحمد لله قدرت اوصل له. وكان الاتصال الدائم مع المراقبه الجويه المصريه ومراقبه قبرص لما دخلت معاها ان انا هنزل عندهم، وكان كله يعني متعاون معايا الحمد لله. احنا هو كان ليه بعض الطلبات اللي كان طالبها، والطلبات دي يعني هنخطركم بيها يعني بعدين ان شاء الله. احنا كنا بنتفاوض معاه، والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا عرفنا ان انا انزل كل شويه بعض الركاب، لو طول انزلهم كلهم ما كانش هيرضى، ولانه جاله مرحله فعلا او وقت معين كان رافض نزول اي حد خالص. كل شويه بالتفاوض وبالطرق والوعود اللي احنا كنا بنوعدها له كان بيستحيل احنا ننزل بعض الناس، لغايه لما احنا نزلنا الطياره وطمنا ان الركاب نزلوا، كنا عايزين احنا نفسنا نسيب الطياره، فكنا عايزين نوهمه ان في حد موجود معاه في غرفه القياده في الكوكبيت هيبقى على اتصال معاك. فطلبت من الضيافه اللي تبقت معايا على الطياره ان احنا هننزل احنا من على السلم على طول، ده بس سؤال يعني كان والمساعد هيتبقى في غرفه القياده هيشاور له ان هو متوقي معاه في بموافقته ان كل الكرو ينزل معانا، بموافقته احنا كل حاجه لازم احنا ناخد موافقته. يعني حتى وانا طاير ولسه متوجه لقبرص اي خطوه انا بعملها لازم ان انا اقول له عليه عشان هو ما يعملش حركه فجائيه. على سبيل المثال لما اجي انزل العجل بتاع الطياره، احنا طالعين بالعجل مرفوع، لما اجي انزل عجل الطياره
انا بقصد ان انا اقول له حتى ببلغ الضيافه يبلغوه ان قدامك حوالي 30 ثانيه هتسمع صوت، الصوت ده هو نزول العجل عشان ما تتخضش. لما جيت انزل الضيافه في الاخر قلت له احنا هننزل على الطياره، وهو كان كلمته اللي هو انزلوا حالا، انا هفجرها حالا. الكتاب كتب مصر الطيران نفسها مكتوب فيها ازاي ان احنا نتعامل مع الناس، ازاي انك انت تتعامل بهدوء، ازاي انك انت تهاود الخاطف، ازاي انك انت تتصرف معاه بشكل كويس، ما تهنوش، ما تعملوش حاجه تؤذيه نفسها. الكلام ده كله مكتوب في الكتب عندنا واحنا بندرسه وبنتدرب عليه، ايا كان طيارين او ضيافه او امن، احنا بنتدرب على الحاجات دي دائما في شركه مصر انا. الحمد لله احنا اتصرفنا بطريقه كويسه. لو هي والله اعلم الناس اللي تقيم بعد كده، بس لو الناس قيمت ان احنا اتصرفنا بطريقه كويسه، هم الناس ياخدوا النقاط الايجابيه اللي في الموضوع ويحللوها. يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك ايه اللي احنا ممكن ان احنا يتاخد من اللي احنا عملناه، الناس هي اللي تقيمها. احنا بعد لما توجهنا على مطار لارنكا في قبرص ونزلنا، فالناس بعد كده السلطات في مطار قبرص بيسالوني حتى طب انت عايز تعمل ايه؟ فقلت لهم انا هبتدي اتعامل مع الخاطف. فبعت مع الضيافه اللي معايا ان هم يقولوا له ان انا عايز انزل الاطفال والسيدات من على الطياره كلهم. هو بصراحه يعني اداني اكتر ما انا كنت عايز. يعني هو قال لي انت ممكن تنزل المصريين كلهم من على الطياره. المصريين كلهم دول حوالي بيمثلوا 50 راكب تقريبا، اللي هم تقريبا يعني كل الركاب بعد بعض الاجانب يعني. فانا بعد لما نزلت دول بالتنسيق مع كل السلطات ابتديت افاوضه بعد كده، بدي فتره زمنيه مني، عايزه ان هو يهدى وما يحسش ان احنا بنثقل عليه في الطلبات. ابتديت افاوضه بعد كده اني انزل بعض الطاقم الضيافه اللي مساعد معايا، عايز انزل على نصهم. بعد التفاوض معاه وافق، وبعد شويه ابتديت افاوضه على الاجانب كان بيوافق، لغايه لما عرفنا ان احنا ننزل الناس كلها الحمد لله، واحنا بعد كده نزلنا. فكان دايما تفاوض على جزء جزء، مش عايز نعمل معاه كله مره واحده، لان هو جات له فتره رفض نزول اي حد. لما جيت افاوضه على بعض الناس رفض، فكان لازم ان انا امشي معاه تدريجيا في الموضوع نفسه. انا مساعد الطياره كان على مستوى عالي جدا، من الطيران ومن اداره الازمه معايا، كان بيساعدني في كل حاجه كنت بطلبها منه على اكمل وجه. كان بالتنسيق بيني وبينه كان بيبلغ السلطات في مصر، رحله السلطات المصريه كانت معانا من ساعه لما نزلنا على الارض في لارنكا، واحنا فتحنا موبايلاتنا على طول عشان نبقى على اتصال، وكنا فعلا على اتصال مع كل الجهات المصريه، يعني من دفاع لمخابرات لشرطه لكل حاجه، لغرفه عمليات مصر للطيران للحكومه، كنا اتصال مع الناس كلها. كان المساعد حتى احيانا بيبقى همزه وسط، ان هو كان بيوصل كل الحاجات اللي احنا كنا بنصورها او بنعملها، كان بيوصلها له هو على طول حتى اول باول. اولا انت ما ينفعش اي بلاغ حتى لو خاطف موجود على الطياره انك انت تتعامل معاه بعدم الجديه. بمعنى احنا عندنا في علم الطيران وشركه مصر مدربه كويس جدا على الموضوع ده، انت لو لقيت ورقه موجوده في الطياره لا تنتمي لاي فرد ولا اي حد وراها لك فيها اي تهديد، انت لازم انك انت تنفذ وتمشي للاجراءات كلها الصحيحه وتطبقها كلها صح. ايا كان الخاطف ان هو ابتدى يتجاوب معانا وابتدى ان هو يتصور بناء على اللي احنا طلبنا منه، ايا كان هو ابتدى يعمل الحاجات دي، ما ينفعش برضو ان انا اعتبره في اي حال من الاحوال ان هو انسان ضعيف او ان هو انسان سهل ان انا او ان انا خلاص بنجح في اللي انا عايز اوصل له. انا طول الوقت بتعامل بجديه كامله وتامه ان انا اعرف اخرج كل الركاب من على الطياره، ويبقى هو لوحده بعد كده على الطياره، بس اعرف اني اخرج كل ركابي على اللي موجودين على الطياره. يعني الحمد لله احنا اتصرفنا كطاقم كلنا عن طريق خبرتنا ودراستنا اللي احنا اتعلمناها في مصر الطيران وفي وزاره الطيران المدني كلها، عرفنا ان احنا ازاي ان احنا ندير الامور
بشكل كويس، لكن لو حضرتك بتتكلم على السلطات هم كانوا معانا دائما في كل حاجه كنا بنختارهم ان احنا بنعملها. عمل معاه بشكل مباشر هي ضيافه الطياره بناء على توجيهاتي، مش ياسمين بس، ياسمين بطله من ابطال الطياره، لكن انا اذكر ياسمين، اذكر رئيس الطاقم حسام اسامه، اذكر الضيافه كلها اللي كانت متواجده معايا، ان هم كلهم كانوا بينفذوا الحاجات اللي كنت بطلبها منهم على اكمل وجه. هم دول الناس اللي كانوا بيتعاملوا معاه بشكل مباشر على طول، لكن انا والمساعد اللي معايا ما تعاملناش، ما احنا كنا بنشوفه بس من بعيد ونشاور له حاجات كده، لكن ما فيش كلام خالص، ان احنا ما اتكلمناش معاه خالص. حصل كتير ان هو رفض نزول بعض الركاب اللي كنا بنفوضوا عليهم، كان بيرفض. كنا بنخش معاه في تفاوض كتير، يعني ربع ساعه نص ساعه نفضل قاعدين نفاوضوا عليهم، وفي الاخر كان بيستجيب بناء على بعض الوعود اللي انا كنت بديها له، واللي كنا بنديها له كلها بعض الوعود اللي هي بعضها يمكن حدوثه وبعضها يعني قابل للنقاش ان هو ممكن يحدث ولا ما يحدثش حسب مساعده السلطات اللي هتحصل معنا، السلطات القبرصيه. طب السلطات كانوا عايزين كنا ينفذوا طلب من السلطات اللي هو طلبها، يعني عارفكم خلاص وقفوا على الاعمال اللي هو عايزها. لا، السلطات طبعا هي كانت على تنسيق دائم معانا، تنسيق دائم على كل حاجه، لكن تنفيذ طلباته دي كلها دي يعني هم ادرى في دراستها وفي رؤيتها بالوجه المناسب، يعني ان احنا اخذنا وعود ان اي حاجه تحصل، لا، احنا كانت الوعود كلها او التصرفات كلها اللي جات لنا من السلطه المصريه والقبرصيه بان احنا ازاي نضبط النفس وازاي احنا نتعامل معاها بالطريقه الكويسه اللي هي تؤمن لنا سلامه الركاب كلها وازاي ننزل. ايه هي الطلبات؟ خلينا نستنى لغايه لما ال 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 المباحث والتحقيقات والحاجات دي كلها بس يعني تخش في النطاق الرسمي، واحنا ما عندناش حاجه نخبيها خالص، كل حاجه هتتعرف بس تعدي بس في الوقت اللي يفيد بلدنا في الاخر بس. برضه عايزين نعرفكم بكابتن حمد القداح، هو الطيار مساعد اللي كان على الطيار عشان ما نعرفش كده مش عارفاه، اللي هو كابتن قاعد جنب كابتن عمرو. كابتن محمد لو عندك حاجه برضه عايزين بس نساله على الجامب الجامد اللي هو عمله. اه بقول له بقول له بقى هو بطل محمد ولا محمد؟ حمد الاداء. حمد حمد الاداء. وحضرتك؟ انت واخد على كده يا كابتن، انت واخد التخبط الخطاب دي عادي يعني؟ يعني واخد على الخطاب. واخد على الخطاب. عندنا في الاخر زي ما قلت لحضراتكم ان انا اتفقت مع المساعد ان انا هنزل انا والطاقم بسرعه على السلم، وهو هينزل على السكيب روب. السكيب روب ده او عشان بعض المعلومات برضو لحضراتكم، احنا عندنا بيبقى في جوه الطيارات حاجه تساعدنا ان احنا ننزل بيها شريك الطياره. كابتن حمد تعامل بحرفيه كويسه وقدر ان هو ينزلها، وقدر ان هو ينزل بعد لما اوهمنا الخاطف ان هو لسه موجود جوه غرفه القياده. طب ميعاد الاتفاق ان هم كانوا ينزلوا على السلم؟ انا مش انا شاورت له اللي هو طبعا كان مستعجل، بيقول انا خمس دقايق افكر الطياره. شاورت له ان هو يستنى شويه، قال لي خمس دقايق. قلت له طب خليك، هو كل اللي هو عاوزه ان احنا يعني نسرع في تحرك الطياره يا اما افكر الطياره. فوجودي انا في الكابينه اوهمه ان انا باخد اجراءات ان انا بجيب الفولينج لان لازم الطياره تزودها بالوقود ونتحرك. بس فقال لي خمس دقايق، قلت له طيب استنى، رحت قفلت الباب وخلاص. فاحنا وهمناه ان احنا موجودين، وهمنا ان احنا لسه بناخد اجراءات بحيث ان احنا نبعد عن الطياره نبقى امنين، زائد ان نسمح لاي سلطات او اي حاجه تقدر تتدخل. بس احنا مش عايزين نوري له ان هو فقد الاتصال بالدنيا كلها، دي له امل. عايزين نوري له ان في حد موجود. فهو يعني هو كابتن حمد تبقى في غرفه القياده بعد كده، وقدر ان هو بعد كده ينزل بقى من الحبل بعد ما احنا نزلنا. انتوا لو خدتوا بالكم في التصوير بتاع الفيديو، احنا نزلنا في الوقت اللي هو كان بينزل فيه من الشباك. هو كان كابتن حمد كان شاور له وقفل باب غرفه القياده على طول، واحنا كنا نزلنا على طول مع قفل باب غرفه القياده، وهو على طول راح نزل بعد كده من الشباك. عايزين نستاذنكم يا جماعه، احنا يعني ايه معانا، احنا كنا برضه اليوم النهارده كان لتكريم الطاقم بالكامل. هو النهارده جاي بالنيابه عنهم النقيب استاذ اسامه عبد الباسط، وعايز اقول كلمه برضه، يا ريت بعد اذن حضرتك تديله ايه المساحه. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. انا اسمي اسامه عبد الباسط، رئيس النقابه العامه للضيافه الجويه المصريه. في البدايه اتوجه بالشكر
لكابتن عمرو نصر والأستاذة القادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين على توجيه الدعوة الكريمة ديت منهم النهاردة. وهي دي الروح اللي موجودة بيننا دايما، إن إحنا دايما، أنا أساسا مضيف جوي رئيس طاقة في مصر للطيران، أفخر إن الناس اللي حواليا كلهم دول يبقوا القادة اللي أتشرف الطيران معاهم، أتوجه ليهم بالشكر وهم دايما سباقين. إن شاء الله يعني حاجة طبعا، هي دي دول طيارين مصر للطيران، السرعة، الحسم، القصة خلصت امبارح، النهاردة على طول التكريم. احنا ان شاء الله بالنسبة لنا كضيافة جوية بإذن الله بننظم، لسه هنقرر ان شاء الله هيبقى في حاجة هنعملها يوم السبت 9/4، ويسعدنا تشريفكم برضو بإذن الله، علشان بس نكون ادينا فرصة للزملاء ان هم كلهم يستريحوا. طبعا نفس المجموعة هتبقى موجودة ان شاء الله، زملائي اعضاء الطاقم هيكونوا موجودين معنا. اللي حصل دوت يعكس قد ايه ان احنا وحده واحده متماسكين، حريصين على مصلحه بلدنا، حريصين على مصلحه شركتنا. انا بعتذر ليكم وبعتذر لكابتن عمرو للبورد ان زملائي كان المفروض ان هم يجوا معايا، انما حصلت شويه تطورات كده في اللحظات الاخيره منعتهم ان هم يحضروا، واشكر حضراتكم. مطلب كان اختيار دوله من الثلاثه، وانا اخترت الدوله، انا اخترت الدوله اللي احنا نزلنا. كان ايه ثلاث دول اللي كان بيقول حضرتك تتحرك ليهم، كان بيخيرك انك تتحرك ما بينهم؟ ما بين القبرص وتركيا واليونان. التفاصيل الدقيقه كلها ارجو ان احنا نحكيها كلها في فتره ثانيه مثلا، وليكن يعني بعد مده محدده نحكي فيها كل التفاصيل اللي حصلت بالظبط. لكن هو في الاخر كان فعلا وصلنا للتهديد الاخير ان انا هفجر الطياره بعد 15 دقيقه، وبعد كده هفجر الطياره بعد 10 دقائق، وبعد كده هفجر الطياره بعد 5 دقائق. فيعني كان لازم ان احنا خلاص ننهي الموضوع. هل حاول دخول كابينه القياده يا فندم؟ هو ما حاولش خالص، وانا من الاول طلبت من زميل الامن اللي موجود معانا على الطياره ان هو يامن لي كابينه القياده ان هو ما يدخلهاش خالص. يعني هو دخوله كابينه القياده يعني ان الطياره دي خلاص كلها. هو طلب ده؟ لا هو ما طلبش الموضوع. وارجوكم نخلي الحاجات دي كلها بس نستنى عليها بس شويه. خلاص يا جماعه، في يا جماعه جدا ليكم في تكريم دلوقتي للطاقم وطاقم الضيافه واستاذ حازم. Thank you.